إذا عندما نتحدث عن هذه المسألة كنتحدثوا على وقائع. القانون الجنائي في المغرب من إمتى فيه المادة 475 التي كانت تتحدث عن أن الاختطاف والتغرير ليس جرما كبيرا، لأن الذي يواقع فتاة قاصر برغبتها في الواقع هو مسؤول، لأنها قاصر لا تتحمل المسؤولية، يعتبرونها تغريرا وبإمكانه أن يتزوج بالفتاة وانتهى المشكل. إذا أن هذا منطق اللاعقاب، قانون اللاعقاب، فوقاش تعدل هذا الفصل القاتل اللي ما عرفتش بأش من منطقة توضع. طبعا نرى هو توضع عشرات السنين من قبل، وتوالت الحكومات ولا أحد يحرك ساكنا ولا أحد يعدل، حتى 2012 عاد تعدلات المادة 475 من بعد ما حلف الرامي انه ما غاديش يتعدل وعدل القانون. أنا من بعد ما قلت على انجازات وكنتكلم على مخرجات حققها فعلا، سنعود لاشياء اخرى وليس على الكلام ومتمنيات. طيب سيدة فاطمة، اصرارنا على 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 ان على تغيير هذا القانون. طيب سيدة فاطمة، ما وصلت كل النساء المغربيات، لا نستطيع ان ننكر انه تم الان سيدة، اين كنتم اولا؟ واشتغلنا ونظرنا، إلا بغيتي نجاوب يحسب من إنجازات هذه الحكومة، يحسب من إنجازات الحكومة، ولكن نتذكر ولكن نتذكر أيضا بعد كيف بعد المأساة ديال الأمينة الفيلالي، وكيف على أنه صرح البعض أن ابنتي لا يمكن لها أن تكون في وضع أمينة الفيلالي لتغتصب وتقتل نفسها بعد ذلك. أنا ابنة بالمناسبة، ذلك التلفيق مرضو على أصحابي ليس لي أولاد، أنا أقول على سيد فاطمة. وايضا بعدما قال السي الراميد حق السيده فاطمه في الحديث من حق السيده، وما زلنا نطالب باعمال المساواه في كل القانون الجنائي. لا اريد ان يكون هذا البرنامج في الحقيقه لرفع الصوت، نريد ان نتحدث فعلا عن هذه السيده بالغلبه. طيب نحن في حوار، معليش لابد ان يكون ثريا وغنيا.